الشاورما في حلقة ثانية. في الحلقة الأولى فتحت محل شاورما كان رهيب ومزدهر، وقدرنا أن احنا يا جماعة نوزع الحب في العالم ببيع الشاورما. فلهذا يا جماعة اليوم بإذن الله راح يكون عندنا الحلقة الثانية. واشتركوا يا إخوان، كلمني المطور حق اللعبة وقال يا سيد شكرا لأنك لعبت اللعبة، وعطاني كود خاص باللعبة، قال يا سيد ترى اللعبة موجودة على الكمبيوتر، ليش قاعد تلعب على الجوال؟ فعطاني كود على طول، وهذا الكود يا إخوان ما راح يكون حقي أنا صراحة. قررت أن أروح واشتري اللعبة بنفسي عشان ألعب المطور. في نفس الوقت بالنسبة للكود اللي أعطاني إياه حطه في اي وقت من المقطع، فاللي يلعبون على الكمبيوتر راح يلقون الكود في اي وقت من المقطع. شكرا يا سيد والله انك ما تقصر حبيبي والله، بس مو لك اللعبه، للمتابعين ان شاء الله. اما الحين خلينا نبتدي مع بعض على طول في حلقه ثانيه. وطبعا اللي سويته لعبت اللعبه على الكمبيوتر وكملت 3 أيام مثل ما كملنا احنا تقريبا في اللعبه اللي موجوده على الجوال. وطبعا ما احتاج اقول لكم اللعبه اكيد على الكمبيوتر اكيد راح تكون افضل. فلا ننسى يا جماعه ان احنا عندنا موضوع التطوير، واليوم كان عندنا هدف وهو يا اخوان ان احنا نشتري العصير. فرسميا كيف اشتري برتقال؟ ايه بارد ومنعش. ايه كتير طيب مع الشوب. والله انك قلت كلام زين، انا اتفق معاك. بسم الله ليتس جو يا جماعه. اول شيء سوينا اشترينا عصير البرتقال، فحين فلوسنا نقصت الى 51 دولار، لكن بنقدر نقدم ان شاء الله عصير البرتقال للناس. فلهذا راح نبتدي مع بعض الحين اليوم الرابع. بسم الله الرحمن العصير. انا بالخدمه. موجود موجود. دقيقة، قص البطاطس، قص البطاطس أول خطوة ممكن نسويها. تمام، خلنا نقصص البطاطس ونبتدي نحط داخل. أيوة، حط السنتوب حقنا. تمام، حط هذا هني. خلنا نبتدي نقصص. اللي يجون أول ناس هذيلا ممكن شوي يصبرون معاك، بس اللي يجون بعدين هذيلا لازم تحاول إنك تعجل عليهم. هذا شن يا الحبيب، كان لبس زين، جاي مطعمنا المحترم وما تلبس زين، عسى ما شر. خلنا نربط بعد مره ثانيه على نربط شنو، نقصص يا جماعه. بعد ما قصصنا يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلنا نبتدي في الشغل حقنا. يلا يلا يلا. من اول واحد جانا؟ اتوقع ان هذه الاختي. ايش قاعد اسوي سيد؟ هاي الاخت اتوقع ان هي اول واحد جتنا. تفضلي اختي، تفضلي. بعدها اعتقد اللي لابس لبس غريب هذا، خلنا نعطيه. تفضل اخوي، حط هذا هني. وخلنا نجهز. هلا 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 بالغترة والعقال. هلا هلا هلا، منور منور اخوي. خلنا نسوي ثنتين بس حق الشايف هذا. ثواني جهز له. ضبط ضبط، خذ خذ. ووصل اينشتاين. هلا اينشتاين، هلا بالحبيب. دقيقة، ما عليك ما عليك، دقيقة نضبطك. خلنا نسوي هذه، ضبط، عط الغترة، ويلا نسوي اثنين حق اينشتاين. دقائق اينشتاين. وصح، معلومة جدا مهمة يا جماعة، إذا الفلوس ما أخذتهم من هني وخلص الوقت الفلوس تروح علينا. فلهذا زين لازم تكون منتبه حذر، ولازم يعني تركز في الوضع. تمام، يعني دائما لازم أحاول أشيل فلوسي أول بأول. خلنا بس نسوي الحين اللي بعده. دقايق، سوي اللي بعده. دقايق، لف عط عط الأخ. وأول واحد يا جماعة يبي عصير برتقال والأخ المحترم هذا، قسم بالله أنك أخ محترم، أخ وفي نفس الوقت محترم، لأنك جاي تشتري من عندنا العصير. هو أول شخص راح يشتري من عندنا إن شاء الله العصير. أول شيء تفضل. ليش زعلان؟ ليش زعلان؟ منو زعلك؟ أنا زعلتك؟ صدقني ما خليه بخاطك، روح أكل شاورما استمتع، روح روح يا الحبيب روح. دقائق يا أخوان، دقائق دقائق بس، خلنا أقصص شوي. أدري فيك أدري فيك أدري فيك، ما تقصر، بس صحصح شوي، صحصح معانا. الجماعة يبون أكل. يلا حط بطاطس، ما عندنا بطاطس كافي، الوقت راح يخلص. خلنا نعطي هذا. ايوه فلوسي سيد، شيل الفلوس اول، الوقت بيخلص، ما له داعي تقريبا اني اسوي اي شيء، باقي 4 ثواني. يعني لو اعطيته ما راح يمديني اني اخذ الفلوس حتى. فخلصنا اليوم هذا يا جماعه، عندنا 136 دولار، زدنا شويه فلوس خلال اليوم هذا. فالحين اللي راح يصير معانا شنو؟ ان احنا بنروح اليوم اللي بعده، واليوم اللي بعده اذا مداني بحاول اطور موضوع البطاطس. البطاطس لان شويه اتوقع انها بطيئه في التقصيص، فلو يمدينا نطورها اكيد بيكون شيء افضل. حط هذا هني، خلنا نقص على السريع. هلا مو هلا والله يا عمي، روح البس البس يا اخي، شلون جايين بالطريقه هذه؟ البس زين البس زين، ما يصير واحد يطلع في الشارع بالطريقه، عسى ما شر. دقايق، اوف هذا كشخه والله. هلا بالحبيب هلا بالحبيب. شنو باقي؟ باقي البطاطس. قص اللي بعد، مثل ما قلت لكم اول ناس يعني شوي ممكن يصبرون عليكم، بس بعدين راح يصير شوي الوضع زحمه. فلهذا يلا خلينا نبتدي مع بعض، نجهز الاخ اللي لابس لبس غير محترم. لا هو لبس عادي يعني، بس يعني الله يهديه، يعني لو لابس احسن من هذا بيكون افضل يعني. المهم خلينا نجهز.
حط هذه، حط الثانية، تفضل تفضل، وخذ لك عصير برتقال. خلنا نسوي اللي بعده، اللي بعده أبو كشخة أتوقع. أبو كشخة خلنا نضبطه. خذ خذ لك برتقال، هات البطاطس حطها هني. الأخت ما أدري هي أخت ولا أخ، ما أدري. المهم إنه يبي منه ثنتين. دقيقة جهز، حط الثانية خلنا نسويهم. هلا بالحبيب، ثواني ثواني أضبطك. مايكل جاكسون، هلا مايكل. دقايق خلنا نسوي بس لروبرتو كارلوس، يبي ثنتين قال. إيه حلو، أطولة، حط ثانية، خذ خذ كارلوس. هذا زعل علينا. إنزين خلنا نجهز الحين مايكل جاكسون. يعني يقولون إنه صار يحب الشاورما يعني بشكل كبير، يقولون يقولون يعني معلومة تقول شاورما سيد، ما في عليها شاورما سيد رقم واحد في العالم العالمي. خذ صح صح ايه اوكي مشكور والله، قال لي معلومة جدا مفيدة. دقايق خلنا نقصص، عندنا تقريبا 40 ثانية. يمديني اعتقد اني اعطي كل اللي موجودين، كلهم كلهم يبيني اعطيهم، ما عليكم دقايق بس. هاي الاخت الفاضلة بتزعل، الاخت الفاضلة واضح انها مدرسة. بسرعة تفضلي اختي، تفضلي لي هذا، مشكورة شكرا على الفلوس. شايل فلوسك ها، ركز ركز فلوسك زين. وباقي هذه شكلها بتروح تلعب تنس، يلا روحي. وباقي الطالبة، خلصنا من المدرسة جت الطالبة. اشوه على قد المكونات، اتفضلي اختي فلوسي. شكرا شكرا، 236 دولار اليوم هذا. يلا يلا خلص خلص اليوم الخامس، خلص اليوم الخامس، خلنا نشوف اليوم هذا كيف بيكون. خلص اليوم هذا، واليوم اللي بعده تطوير، اليوم اللي بعده تطوير باذن الله. نطور البطاطس لانه متعب 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 البطاطس يا جماعه. يلا نشتري البطاطس. خذها ومش راح تندم. لا يا حبيبي انا ما بهذا، بتاخذ وقت كثير لتقلي البطاطا. خذها انت لازم تتطور. ايه بعلمك كيف تقشر وتقطع البطاطا بطريقه اسرع. ايوه نبي هذه هذه يا جماعه. هذا ليش شنو باقي 15 يوم؟ ليش في ناس هني وفي المهم انه في تطويرات كثيره تقريبا في اللعبه. على تحال خلينا نشتري الحين هذه عشان تسرع لنا عمليه تقصيص البطاطا. والله دفعنا مبلغ كبير، صار عندي بس 86، وين فلوسي؟ قبل شوي كان عندي 2000. يلا ما عليه ما عليه، الحمد لله الحمد لله، المشروع المشروع ماشي يا جماعه. خلينا نشوف تقصيص. اي والله صار اسرع، اي والله انه صار اسرع. كيف حالك الطيب؟ قوم قوم صح 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 صح، محلنا محترم، ما يصير هلا هلا بالحبيب. هذا كاشخ صح، رايح عرس ولا شنو؟ اي انتظرني انتظرني دقيقه، الحين اضبطك باحلى شاورما. حط ايوه، ملاحظين ان تقريبا في شخصيات من كل شيء. مطور حطني، مطور حط حط سيد موجود داخل، عاطنك الحقوق روح ما عليك. المهم خلينا نحط هذه، نعطي اخونا ونعطي هذا. يلا روح. والله 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 هذا كانه ساحر، يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. يلا ضبط حلو، وخلنا نحطه هني. خذي خذي، ليش زعلانه ليش زعلانه؟ عصير برتقال الحين، عصير برتقال الحين تستمتعين فيه مع الشاورما الاسطوريه. ضبط خذي ثنتين 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 شنو؟ ثنتين عصير. حبيبي عطني بسرعه، الحج بيزعل منه. أزبطه أزبطه الحين دقيقه. ايه والله فلوس كثير راح يسحبهم، بس خذ انت هذا الحين. ايوه ابو كشخه وصل، هلا ابو كشخه، هلا ابو كشخه منور. سكر، خلنا نضبط الثانيه. ثنتين يبي ثنتين، وهذا هذا شنو حرامي. باقي بس تحط اللي على عينه ويصير حرامي. دقايق خذ خذ، ايوه دي دي حرامي بضبطك، انتظر شوي بس خلنا نخلص اول شيء ابو كشخه. خذ ابو كشخه، روح برتقال، روح الحرامي. حلو، حط الثانيه، كفو نايس. اولى ثانيه، خذ 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 برتقال، كفو. الحين خلنا نجيب هذه ونقصص. انتظروا شوي انتظروا شوي يا جماعه، صبركم الصبر. شوفوا الصبر يقول لك الصبر زين، يقول لك الصبر زين، انت عاد كيفك. ماسكرانو ايش جابه هني؟ مو مدرب هو.
جاش دامك في اللعبة دقايق. خلنا نعطي هذا ثانية بثنتين. ما عندي بطاطس. في وقت يا رب في وقت. أنا أتوقع أن في وقت. أنا أتوقع أن في وين دقايق. والله يعني ما في وقت يا أخي. المفروض ما كنت أعطي ذاك. كان المفروض ما أعطي ذاك يا جماعة. خربط لنا الوضع. ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه. صار عندنا ما أدري صار عندنا كم، بس خلينا نروح نشوف المتجر وش أقرب شيء أقدر أشتري. أقرب 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 شيء في عندنا هذه زينة حق التقصيص. ف وش ده صراحة ما أدري. في أشياء مختلفة إضافية ممكن نحن نشتري. ضل تلف الورقة على إيدك زين. أنت بتكبس الكبسة والجهاز بيصيب الهدف. آه إحنا حين ها. طبعا غالي ها 800. ارفع سرعتك بتعبئة المكونات في السندويشة. أوكي بدل ثلاث خطوات. هذا بنحاول نطوره. هذا بنحاول نطوره بتقريبا بيسرع لنا عملية شو اسمه اللي هو إن إحنا نلف وما شابه. ما أدري بنقدر نسويها المرة هذه ولا الحلقة الجاية، بس إحنا خلنا نحاول نسويها يعني. طبعا يا تبون نكمل مع بعض في اللعبة، فلهذا لايك دعمكم يخلينا أكمل معاكم إن شاء الله في اللعبة. حبيب حبيب يلا حط هني. بارك الله فيك. خلنا نبتدي نقص حتى في المستقبل. يمدينا احنا نقص اللي هو هذين. يمدينا احنا نقصهم اسرع. تمام هلا بالحبيب. اهلا وسهلا. اوكي فخلنا نضبط احلى شاورما لاحلى زباين. خلنا نسوي الثانيه بس. هي كفو. حط شوفوا الحين انا يدوي اروح بنفسي احط على الشاورما. تالي في المستقبل بيصير الورقه هذه اللي نلفها الكترونيه لحالها تقريبا تجي وتنحط. هذا شيء بيكون ان شاء الله اسطوري. هلا بالحبيب منور. وجاك الساحر هذا شنو حبيبي؟ شنبك شنبك مستحيل. خذ خذ حط. ايوه خلصنا. خذ وخذ لك عصير. نضبط الثاني بعد. هات هذه. هلا السيدة الفاضلة. ثواني بس دقائق دقائق اختي دقائق. تبين اشياء واجد فالصبر. الصبر مفتاح الفرج. حط هذا هني حط هذا هني حط هذا هني. ثواني اختي الفاضلة. ايوه لف بوم. لا ايش قاعد تسوي سيد؟ بوم بوم. اوكي الحرامي وصل. هلا بالحرامي منور. ها بشر كم بيت سرقت حبيب. والله كلام حلو. انزين خلنا نضبط اول شيء الحج. اوكي سريع. هذا شنو؟ انت ايش جابك يا عمي؟ لا تجي المحل حقي لا تجي المحل حقي ما بيك. خلنا نضبط الحرامي عشان يسرق زين المره الجايه. هاي الاولى. نضبط الثانيه. سريع سيد سريع سيد سريع سيد. اوكي واحده تنتين. خذ 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 خذ. لا تجي مره ثانيه قلت لك. ها لا تجي مره ثانيه انت الحرامي. تعال بس هذا لا يجي. ها الحين بعطيه ان شاء الله دقايق. سريع خلنا نخلص الاخ وبعدها فلوسنا. فلوسك اول فلوسك اول يا سيد فلوسك اول. هاي الاولى. بسوي لك ثانيه لا تزعل. بس لا تجي مره ثانيه. ها لا خذ. اخيرا اخر اثنين اخر اثنين اخر اثنين يا سيد. بسرعة آخر واحد. دقيقة دقيقة. لا خذ فلوسي 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 فلوسي. يس يس يس. حلو حلو حلو. أهم شيء فلوسي. أهم شيء فلوسي. كان اليوم راح يخلص. صار عندنا 324 دولار. إيش معناته؟ معناته الحلقة الجاية أكيد بنقدر إن إحنا نطور اللي هي تطوير التسريع. هاي شو تسوي دي؟ إيش الشاورما مو طيبة إلا لما تتحمر وتتأمر. مشي حالك بهالشواية. اوكي يعني عندنا شواية اضافية تقريبا راح تحمر لنا الاشياء. يا جماعة قلتوا لي تبون نكمل ولا لا؟ لايك واشتراك تابعوا المقاطع هذه. سلام.